كابتن علاء، ألف مبروك، 3 نقاط مهمة وفوز كان مطلوب. الله يبارك فيك يا أيمن. فوز كان مطلوب، خروجك من مباراة الزمالك. صحيح. دايما الناس عندها شوية قلق إنك خارج مباراة قمة وكسبان زمالك 3-0، نتيجة مش قليلة، نتيجة كبيرة. لكن وهتلاعب البنك الأهلي اللي هو دايما بيعمل معاك مشاكل. مظبوط. لكن هو مش دايما، مش قاعدة يعني، كرة القدم ما فيهاش حاجات، ما فيهاش ثوابت يعني، ما فيش حاجة ثابتة يعني. لكن النهاردة لا، النادي الأهلي أخذ 3 نقاط مهمين جدا، بيبعد بيهم عن اقرب منافسيه. عند دلوقتي 11 نقطه دلوقتي، اعتقد هو لا بس هو الخامس. عارف انا دايما بقيس الاهلي في الزمالك. انا دايما بقيس الاهلي في الزمالك، لان في الاخر ايمن مشوار الدوري طويل جدا، خد بالك. مظبوط، صحيح. ولعيبه النادي الاهلي عارفه كده، والاداره والمدير الفني عارفين كده كويس قوي، ان لسه بدري، مشوار الدوري طويل قوي. لكن يحسب لك ان انت من المرات القليله قوي انك تسافر على بطوله كاس عالم وانت عندك الفرق ده. فرق مريح كويس قوي الحمد لله، لعيبتك اغلبها كلها الحمد لله سليمه. 3 نقاط النهارده بقول لك مهمين جدا بعد مباراه الزمالك، عشان تخلص موضوع انك عندك بيحصل مشاكل بعد مباراه القمه، خصوصا مع البنك الاهلي. النهارده كمان في حاجه ايجابيه في المباراه، انك اطمنت على الناس المصابه. يعني بيرسي تاو النهارده اخذ فتره، طمنت عليه مفيش مشكله. عمرو السوليه لما كلم كابتن شريف نزل النهارده، لانك انت محتاج كل اللعيبه دي. انت رايح على بطوله كاس عالم، محتاج كل اللعيبه عندك تبقى جاهزه. فكولر النهارده كل اللي بيعمله ده، حتى لو بيشرك بعض اللعيبه بعض التوقيتات في المباراه، اعتقد دي حاجه صحيه جدا. طمن على لعيبته، طمن على 3 نقاط المهمين قوي كمان. صحيح. والبعد بانفراد بطوله الدوري الحمد لله يعني. المباراة كلها انت ما فيش فيها قلق، يعني ما حسيتش ان في قلق على النادي الاهلي خالص النهارده. حتى الهجمات يعني مش قلقاك. أيوة. لكن لعيبه الاهلي متماسكه، تغييرات ما عملتش مشاكل. يعني النهارده مثلا شفت محمد خير لعب باك رايت اول مره يلعب بعد خروج كوكا، ولعب خالد فتاح باك شمال. محمد فخري لما نزل لعب فعلا ناحيه لعب باك رايت. أيوة. ولعب خالد فتاح لعب ناحيه الشمال. كان في تغييرات في الملعب. على فكره خالد لما بيجيب صفقه ايمن، انت لما بتجيب صفقه عشان مكان، الذكاء في الصفقات بيجيب الصفقه لاكتر مكان، ممكن تلعب في اكتر مكان. خالد من الصفقات اللي هي النادي الاهلي تعامل معاها بذكاء كويس قوي، انك بيلعب باك رايت كويس قوي. صح. بيلعب مساك كويس. واما لقيته باك ليفت النهارده ما حسيتش ان في مشاكل. صح. يعني لما يمكن الكابتن شيف وكابتن عادل قالوا كده الماتش اللي فات، قال لك ما كنتش معاكم الماتش اللي فات. لما انا هو اداني كلمتين حلوين، هو اداني كلمتين حلوين، انا بدي له الكلمتين حلوين برضه. الله يخليك يا كابتن ايمن. يعني جميل قوي يبقى عندك لاعب تقدر تتحكم في 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 الاماكن في الملعب نفسها. انت بتلعب بخير بس لما يكون عندك مشكله في مكان، لكن انت عندك الحمد لله علي معلول، وموجود كوكا، وموجود محمد اشرف، وبعدين خالد كمان النهارده. محمد النهارده فخر لعب ناحيه اليمين، ما حسيتش برده ان في مشكله حصلت للنادي الاهلي ناحيه اليمين. مظبوط. لان الناس كلها بتأدي كويس قوي. البنك الاهلي ملوش خطوره تذكر، يعني حتى لو بيلعب لعب مفتوح، لكن ما فيش تهديد. لو جبت كده ملخص حتى الشوط الثاني، ما فيش تهديد جه للشناوي اللي هو يقلقك. أيوة. او يا جماعه لا، لازم نخاف احسن، ده 1-0 نتيجه مقلقه. هي 1-0 نتيجه مقلقه، بس انت مش قلقان، لان هجوم البنك الاهلي مش مقلق، مش عامل لك ضغط، مش قلقك. بالعكس، انت بتدور على الهدف الثاني وانت مش قلقان. لكن الحمد لله 3 نقاط مهمين، بعدت صداره الدوري، طمنت على لعيبتك اللي كانت مصابه، يمكن بيرستاو كان اكثرهم بقاله فتره كبيره قوي، والحمد لله خرجت ما فيش اصابات. انا بس يعني هل كوكا خرج تغيير فني او تغيير في الملعب، او لو في حاجه برضو ممكن ما نعرف اثناء الاستوديو. لكن طبعا الحمد لله على المكسب، 3 نقاط كانوا مهمين جدا. الحمد لله رب العالمين.